حكام اللقاء هاشم الإبراهيم يقود هذا اللقاء بمساعدة أحمد صادق مساعد أول، مساعد ثاني سالم الشطي، أما الحكم الرابع حسن الحداد. ونجدد التحية لكل من يتابعنا عبر قناة سبورت في تلفزيون دولة الكويت. أستاذ مبارك حمد العيار في نادي الجراية يحتضن هذه المباراة في منافسة ما بين الفريقين، وبعيدا عن التحدي المهم في حصد النقاط والمهم أكثر والذهاب في منافسة والاستفادة قبل بداية منافسات كأس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه في نهاية الشهر الحالي بإذن الله. إذن بداية أحداث المباراة تنطلق مشاهدينا. الأبيض الكويتاوي في مواجهة الأزرق، التضامن مشعل ديلم راح ينفذ رمية جانبية لصالح نادي التضامن. لكل فريق يأتي بتحدي يطمح بأن يكون قادم والاستفادة أكثر من خلال إشراك العديد من الأسماء الشابة، وكما تابعنا من خلال مدير الفريق يوسف دابس وكلام أيضا وليد نصار المساعد لمدرب نادي الكويت الرياضي. إذن الأمور والأسماء بمن حضر في هذه المواجهة، ونادي الكويت قادم من خسارة كانت ثقيلة أمام العربي. كرة ملعوبة ناحية اليسار، مشاري غنام بيرجع إلى فهد حمود كابتن وقائد الفريق في هذه المباراة. يغيب من يغيب عن الفريقين في هذه المواجهة ويبقى أسماء لامعة أكيد لكل فريق. كرة مقطوعة لصالح التضامن والمحاولة من جهة اليسار لكن في خطأ، فاول عكسي لصالح نادي الكويت. كرة اللعب إلى شريدة، شريدة طويلة بيلعبها ناحية الضاحية الشمري، ضاحي الشمري لخارج الملعب طويلة، وتغطية مشعل ديلم أيضا في هذه اللعبة. ضاحي الشمري في محاولة من جهة اليسار لصالح نادي الكويت. كرة اللعب مشاري غنام، ديمبلي بيحاول من جهة اليسار لكن ولو تطلع الكرة لخارج الملعب لصالح نادي التضامن. ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح نادي التضامن، والتنفيذ لحارس المرمى براك العنزي. حارس مرمى نادي التضامن بيلعبها طويلة نص الملعب، علي حسين ضاحي الشمري بيتابع لصالح نادي الكويت. كرة اللعب ناحية اليسار إلى ديمبلي، ديمبلي بيحاول لكن التغطية من بدر العنزي لخارج الملعب. ركلة قوية، ركلة جانبية، رمية تماس لصالح نادي الكويت. شاري غنام تلعب إلى ديمبلي بجهة اليسار، يحاول فيها ديمبلي لكن أيضا التغطية موجودة. إذن هي مباراة فيها استفادة أكيد ناحية اليسار. كرة ملعوبة مشاري غنام بيحاول لكن حلوة بالركلة عنزي حارس مرمى نادي التضامن. حلوة حارس مرمى نادي التضامن بإبداع جميل حقيقة بكرة عرضية يطلع لها بشكل جميل حارس مرمى نادي التضامن براك العنزي. كرة ملعوبة ناحية اليمين سامي الصانع، البداية الآن في محاولة نادي الكويت كرة عرضية البداية تدخل جميل حقيقة تدخل فيها براك العنزي. حارس مرمى نادي التضامن كرة ملعوبة بالنص إلى علي حسين، شريدة شريدة كرة معاه بيلعبها ناحية اليمين
سامي الصانع تلعب له ديمبلي، ديمبلي عرضية على طول بيكمل فيها، لكن المتابعة موجودة لأحمد حزام اللي صانع نادي الكويت من جهة اليسار بيرجعها، والتحضير ما زال موجود لصالح نادي الكويت. كرة لوسط الملعب لخط الدفاع الكويتاوي رامي البدوي بيكملها، بيلعبها جهة اليمين، سامي الصانع بيلعب كرة عرضية بتمر ديمبلي بيكمل فيها حلوة، لكن براك العنزي، براك العنزي حلوة حلوة بثاني تدخل مثالي جميل من حارس مرمى نادي التضامن، برافو براك، ركز مع البداية، ركز أيضا في خطواته في تغطيته ناجحة جدا براك، براك العنزي كرة بيلعبها طويلة حارس مرمى نادي التضامن، كرة اللعب طاري المحصب حاول يمر بين الاثنين لكن يفاول لصالح التضامن، براك ضاري من براك الى ضاري، ضاري مبارك من جهة اليمين وايضا كابتن نادي التضامن، اذن والكابتن هو صاحب الخبرة، الكابتن هو اللي بيقود هجمات الفريق بشكل عام في منطقة الوسط، فاول لصالح التضامن، محمد يوسف دابس على التنفيذ، تلعب قصيرة تنشل تلعب بيحاول فيها جنداي إلى أحمد جابر العنزي، راجع الآن بيدعم أيضا المساندة موجودة في خط الدفاع الكويتاوي، هذا سالم الشطي المساعد الثاني لحكم المباراة هاشم الإبراهيم اللي بيقود هذا اللقاء ختام الأسبوع رقم 14 في منافسات دوري اس تي سي. كرة ملعوبة ضاري العتيبي حارس مرمى نادي الكويت، لكن في فاول لصالح ديمبلي، تلعب بشاري غنام، فهد حمود، رامي البدو، أحمد الزنكي، كرة بالنص ناحية اليسار الشمري، لكن ويلة ويلة ضاري كرة اللعب بالنص لصالح نادي التضامن، بدر العنزي، علي حسين لصالح نادي الكويت، شاري غنام لصالح نادي الكويت، كرة ملعوبة على سريعة إلى عشمري، هاري لكن كرة لخارج الملعب بتغطية مباراة يعني فيها سرعة ولدية، أسماء شابة الحقيقة نفخر فيها في متابعة هذا اللقاء ما بين الفريقين، وممكن كل فريق يستفيد الحقيقة من هذه المباراة. ضاح الشمري في محاولة من جهة اليسار، كرة اللعب لصالح نادي الكويت، متابع بشاري غنام وإلى ملعوبة لصالح التضامن، والمحاولة بكرة سريعة الآن إلى براك الرشيدي لكن طويلة أقرب لها، ضاري العتيبي حارس مرمى نادي الكويت علي حسين، حلوة بيحافظ على الكرة لكن في فاول واعتذار جميل، ضاري المعصر مع علي حسين اللي شوف طريقة والحفاظ على الكرة إمكانية وثقل جميل الحقيقة مع علي حسين، كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، أحمد زنكي بيحاول يكمل كرة لكن مقطوعة ترجع مرة ثانية، كرة لصالح البدوي
نادي الكويت فهد حمود بالعمق الآن، تمريرة قصيرة أحمد حزام بينقل كرة بالجيت اليسار إلى مشاري غنام، والمحاولة الآن إلى ضاح الشمري لصالح نادي الكويت، بيلعب كرة عرضية لدبلي لكن تغطية حلوة حلوة محمد دامس بيغطي لحظة، والرجوع السريع لكرة ديمبلي، كرة ملعوبة من تماس إلى مشاري غنام لصالح نادي الكويت، الكرة علي حسين بيغير من جهة اليمين إلى سامي الصانع براسه بهية إلى رامي البدوي بالعمق، وبداية ولمسة سريعة لكن تبعد ترجع مرة ثانية لصالح علي حسين لنادي الكويت ضاح الشمري، لأن اللمسة الانتظار والمباغتة في تمريرة ممكن يستفيد منها نادي الكويت، لكن بلوك دفاعي قوي جدا، تركيز أيضا في هذه المرحلة بالنسبة لدفاع نادي الكويت. سامي الصانع الآن يأخذ مكان بيلعب كرة لكن نداي بيقطعها إلى نادي التضامن، كرة منقولة بالنص ملعوبة إلى يوسف الفجي بيلعبها ناحية ظهري المعصب من جهة اليمين، ظهري علي حسين بالنص قاطع كرة، والكثير من تحركات إيجابية مع علي حسين لاعب نادي الكويت، كرة منقولة لكن بالطول أقرب لها رامي البدوي دفاع نادي الكويت، كرة ملعوبة ولا سعد فؤاد قاطعها، والمتابعة مع سامبا ناحية اليسار، سعد فؤاد إلى بابا سامبا مع نادي التضامن، سعد فؤاد بيرجع إلى جاينا داي، كرة ملعوبة بالنص إلى التضامن بيلعب كرة طويلة لا أريدين مبارك، لكن ضاري الاعتيبي حارس مرمى نادي الكويت بيبعد كرة كان ممكن يستفيد منها ضاري المعصب، وهذه محاولة ديمبلي وتدخل براك العنزي في كرة سابقة، كرة ملعوبة لصالح نادي التضامن، مشعل ديلم رمية تماس طويلة بيلعبها رايحة إلى براك الرشيدي لكن فهد حمود قاطعها، ترجع مرة ثانية كرة لصالح يوسف الفجي لكن مقطوعة لصالح نادي الكويت، أحمد زكي الانطلاقة الآن ممكن تكون سريعة مع أحمد الزكي، لكن سعد فؤاد بيحاول بيسيطر، والكرة بالطول أقرب لها لاعب نادي التضامن بتروح إلى حارس المرمى براك العنزي، براك العنزي كرة لصالح نادي التضامن، سامبا بيلعب كرة طويلة ناحية اليمين، مشاري غنام قاطع لصالح نادي الكويت، تركيز واضح من خلال تحرك لاعبي نادي الكويت والسيطرة على مجريات اللعب في ملعب المباراة، أحمد الزكي وانتو بيلعب بيكمل بيحاول لكن نداي بيغطي وبيمر، والمحاولة الآن ممكن تكون سريعة لكن مشاري غنام قاطعها، نداي بيحاول يضغط لكن إلى ديمبلي بيتركها بشكل حلو لكن بالطول، والكرة لخارج الملعب، وجمال القبندي مدرب نادي التضامن بيتابع ويراقب، والتضامن يبحث عنه أول هجماته في أحداث الشوط الأول، براك الرشيدي بيحاول يساهم وهو الراجع من خط الهجوم إلى وسط الملعب للاستلام والمساندة، لكن الكرة في استحواذ دائم مع نادي الكويت، مرت العشر دقائق بكل مرونة، تكلم عن 12 دقيقة السيطرة الميدانية هي حاضرة، أكثر وصول أكثر حضور في فترة النهاية بالنسبة لنادي الكويت، شريدة علي حسين لكن كرة مقطوعة ملعوبة على طول، الاعتماد الآن ممكن يكون على الهجمة العكسية السريعة، سامبا بيستخلص الكرة لنفسه مع أحمد الزنكي، سامبا بيحاول يمر من جهة اليسار، كرة لصالح نادي التضامن، سعد فؤاد بيلعبها بالنص، والمحاولة إلى نادي التضامن إلى المحصب لكن شاري غنام بيقطعها من أمام داري المحصب، والبدوي بيلعب كرة طويلة دفاع نادي الكويت مش علي ديلم لكن كرة بالطول أقرب لها ديمبلي، جاي ديمبلي إلى
شاري غنام، كرة لصالح نادي الكويت، جاي ديمبلي إلى أحمد حزام، كرة لصالح نادي الكويت، والمحاولة بالكعب لكن مقطوع الكرة، والمراقبة بأكثر من لاعب أعطت فرصة للبلوك الدفاعي للتضامن. أكثر حضور محمد يوسف دابس أيضا، وفي منطقة الوسط والمساهمة في المهام الدفاعية مشعل ديلم على التنفيذ، رمية التماس لصالح التضامن، كرة اللعب إلى التضامن داري المحصب من جهة اليمين في وسط الملعب، يحاول يكمل كرة مع يوسف الفتي لكن بالطول وبيشيلها ضاحي الشمري لخارج الملعب. هذا يوسف الفجي اسمه الشابة مثل ما ذكرنا للفريقين. محمد عبد الله مدرب نادي الكويت يعطي الفرصة، وكذلك جمال القبندي، كرة لخارج الملعب، والمحاولة كانت لصالح براك الرشيدي مهاجم نادي التضامن. رحمان منصور براك، كل فريق الآن ممكن يكون حاصل هذه المباريات البعيدة عن حاصل النتيجة للاستفادة، لأن نتكلم عن 10 أيام تقريبا تفصلنا، أو نهاية الشهر تفصلنا عن بداية منافسات الفرق في مسابقة كأس ولي العهد حفظ الله ورعاه، اللي راح تبدأ في تاريخ 31/12 بالتحديد. كرة ملعوبة إلى نادي التضامن، خلفية بتمر، سامبا بيحاول لكن تنشال، ترجع مرة ثانية، كرة لصالح يوسف الفجي، شايد سعد فؤاد لكن سريعة وبعيدة وعالية جدا الحقيقة. يمكن هذا أول وصول في الشوط الأول بالنسبة لي نادي التضامن، وبشكل قريب على مرمى نادي الكويت. كرة ملعوبة شاري غنام إلى ضاحي الشمري بجهة اليسار، يعني نفس الكرة بحلوة وبيمر بحاول ينتقل فيها، بيلعب كرة سريعة إلى أحمد حزام ومع أحمد زنكي، الزنكي بيحطها، الله كرة عدت، كرة عدت، وتفاهم جميل ما بين ضاحي وحزام والزنكي، لكن مرت وفرصة هدف، هدف كان ممكن يكون صريح في هذه اللعبة مع أحمد جابر الزنكي، لكن عدت الكرة لخارج الملعب بجانب القائم الأيسر لنادي التضامن. كرة ملعوبة لصالح نادي التضامن، فهد حمود قطعها، دفاع نادي الكويت إلى ضاحي الشمري، علي حسين في الوسط بيلعب كرة لوب جميل إلى ديمبلي، لكن براك العنزي بيغطي في الوقت المناسب أمام محاولة ديمبلي في لعبة لوب جميلة من علي حسين إلى مهاجم نادي الكويت ديمبلي، جاي ديمبلي، كرة ملعوبة بالنص إلى سامبا إلى نادي التضامن لكن مقطوعة، سامي الصانع إلى شريدة، الشريدة كرة معاه بيلعبها إلى الزنكي بيكمل فيها، سامي الصانع من جهة اليمين كرة عرضية بتمر لكن بدر العنزي قاطع، أحمد الزنكي بيتابعها، وأحمد الزنكي بيحاول لكن كرة مقطوعة لصالح التضامن. كرة اللعب ومحاولة لصالح التضامن لكن في فاول، خطأ موجود داري المحسب في أرضية الملعب بالسلامة. شوف محاولة أحمد الزنكي لكن المواجهة مع أكثر من لاعب فيها صعوبة. فاول لصالح التضامن، بدر العنزي، شايف ان بدر العنزي ايضا بيلعب في منطقة الدفاع ويلعب التضامن وكأنه بطريقة مغايرة جدا، رغم ان بدر العنزي هو يعني بالعادة يلعب في منطقة الوسط. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، طويلة الكرة ما فيها شيء لضاحي الشمري، والمحاولة من جهة اليسار لصالح نادي الكويت، ضاحي، الله ضاحي الشمري بيحط له كرة حلوة خارج منطقة ال 18، السلم تمريرة جميلة ليحكم فيها نفسه خارج منطقة ال 18 ويسجل أول أهداف المباراة
ضاحي ضاحي الشمري الحقيقة بياخذ مكانه بياخذ أيضا الكرة وبعيدة عن المتابعة بكشف التسلل بينجح فيها. شوف 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 ضاحي شوف ضاحي صنع الفرصة لنفسه وصنع الكرة أيضا إلى أن أصبحت هدف لصالح نادي الكويت بيمينة حتى قوية خارج منطقة 18. حلوة ضاحي الشمري شوف الاستلام والتحضير الجميل ولا التسديدة بنفس الزاوية لكن قوة الكرة كانت صعبة على براك العنيزي حارس مرمى نادي التضامن لطالما هو أبدع الحقيقة في بداية أحداث المباراة. واحد الكويت لا شيء التضامن كرة ملعوبة ومحاولة لصالح نادي التضامن الآن الكرة مقطوعة ومحاولة من حمد دابس أول لصالح التضامن كم المباراة يظهر أن في قرار إداري هاشم الإبراهيم يوجه إنذار لأحد إداري النادي التضامن في دكة الاحتياط. إذن الكويت يتقدم بهدف فاول لصالح التضامن بدر العنزي على التنفيذ بينجح إذن ضاحي شمري بالاستلام والتسليم في مرمى نادي التضامن بشكل ناجح. ضاحي شمري كرة مع جهة اليسار المباريات السابقة كان ضاحي دائما هو يلعب بجهة اليمين لكن اليوم وفي جهة اليسار ويعطي الأفضلية للاستمرار والدعم في الشق الهجومي الكويتاوي. إذن يستفيد إذن من حضوره ضاحي الشمري شاري غنام رمية تماس بيلعبها طويلة إلى أحمد حسام بتمر ويحاول يتابع أحمد حسام لكن كرة بالطول كرة لخارج الملعب ركلة مرمى ركلة مرمى لصالح التضامن. كرة اللعب بالنص إلى فيصل العنزي وسعد فؤاد لكن كرة مقطوعة لصالح نادي الكويت. رامي البدوي شريدة شريدة إلى سامي الصانع إذن قراءة الشباب لنادي الكويت والطموح الحاضر بالنسبة للتضامن لإبراز ما هو مطلوب في هذه المنافسة إلى الآن تحقيق ما هو مطلوب أكثر حضور بالنسبة لنادي الكويت في هذه المباراة. وشايف اللقطة الأخيرة والاحتكاك لكن أعطيت فرصة والرجوع إلى القرار وهذا هو الفاول على مسامبا فاول لصالح نادي الكويت. البدوي مدافع نادي الكويت بيغير من جهة اليسار إلى مشاري غنام إلى علي حسين نشاط جميل مع لاعب الوسط علي حسين شاري غنام تلعب أحمد الزنكي بلا كرة عرضية لكن جاي نداي بيبعدها لخارج الملعب دفاع نادي التضامن في اللقطة الأخيرة. أحداث الشوط الأول بقرار هاشم الإبراهيم في اللقطة الأخيرة إنذار الطاقم الإداري ممكن يكون أو أحد اللاعبين الاحتياط. كرة ملعوبة البدوي بيلعبها طويلة داخل منطقة 18 سامي بيلعب عرضية بتمر ومش على ديلم ومعاه شريدة لكن تنشال وتبعد إلى براك الرشيدي وإلى بيلعبها إلى ضاري المحصب ضاري بجهة اليمين لصالح التضامن مساندة موجودة من أكثر من لاعب لكن علي حسين بيغطي من أمام التمريرة اللي كانت يعني شكلها رايحة. إلى يوسف الفجي لكن التغطية سريعة جدا تفوق في أحداث المباراة حاضر رغم التزام التضامن أو لاعبين نادي التضامن
الخطة اللي وضعها جمال قبندي، لكن يفرض إمكانيات نادي الكويت في هذه المباراة. ديمبلي كرة معه بالنص، ديمبلي يمر، ديمبلي كرة معه، ديمبلي بيلعبها إلى زنكي، لكن سعد فؤاد قطعها. محمد دابس إلى سعد فؤاد مرة ثانية من جهة اليسار لصالح التضامن، وإلى ملعوبة إلى سامبا، لكن حاول يتابعها فيصل العنزي، لكن كرة مقطوعة لصالح نادي الكويت. علي حسين كرة معاه تلعب إلى سامي الصانع، توصل إلى علي حسين مرة ثانية للمتابع المتقدم في المساندة، وكرة ملعوبة لأحمد حسام، حلوة بيستلمها والمحاولة موجودة. ضاحي ناحية اليسار داخل منطقة المنتهي، ضاحي لا ديمبلي، لكن بعيدة بعيدة بعيدة. إذن عدم التركيز وأخذ مبادرة بجدية هي من يعني أضاعت الفرصة. كرة كانت محتاجة إلى أكثر تركيز وجدية في التسديد المباشر على مرمى نادي التضامن إذا أراد نادي الكويت الاستفادة من التحرك في أرضية الملعب والاستفادة من هذه المباراة. كرة ملعوبة لصالح نادي التضامن، فيصل العنزي بيحاول من جهة اليسار لكن لصالح التضامن، كرة لخارج الملعب، رمية تماس لصالح نادي الكويت. تلعب ديمبلي، أحمد الزنكي كرة معاه بيلعبها، لكن سامبا قاطعها لصالح التضامن إلى يوسف الفجي، يوسف الفجي بيلعبها طويلة ناحية براك الرشيدي، بشاري غنام بيغطيه لصالح نادي الكويت. بشاري غنام حاول يمر، بشاري غنام كرة معاه إلى ضاحي الشمري، علي حسين بالنص، أحمد حزام، واحتكاك وفاول، فاول على محمد دابس، إعادة الاحتكاك. إذن كرة اللعب سامي الصانع من جهة اليمين لصالح نادي الكويت، مباراة مقامة أو تقام في نادي الجيران في استاد مبارك حمد العيار. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، حلوة شريدة، حلوة بالمرمى، الله ايه حلوة بالمرمى وحلوة من الشريدة مع التقدم في المساندة الهجومية الكويتاوية ليسجل هدف ثاني لصالح نادي الكويت. ريدة شريدة حلوة 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 وتفاهم جميل. شوف 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 حزام والكعب، وشوف الشريدة ما تأخر، تابعها وحس بالأمان ليضعها في بر الأمان في مرمى نادي التضامن، هدف ثاني لصالح نادي الكويت. إذن بتركيز باللمسة الفنية الشريدة بيضعها، هدف ثاني لصالح نادي الكويت، هدف ثاني لصالح نادي الكويت بنجاح إذن وبتفاهم الشريدة وأحمد حسام اللي لعب كرة جميلة بالكعب والقراءة في الهجمة المرسومة للاعبين نادي الكويت رغم التركيز الدفاعي للتضامن. كرة ملعوبة لصالح التضامن إلى بدر العنزي بيلعبها طويلة بالنص، فجي لكن مقطوعة الكرة، علي حسين والكرة اللي خارج الملعب، رمية تماس ملعوبة على طول إلى سامبا، محمد دابس، بدر العنزي، إيدلم على الخط ومعاه براك الرشيدي، لكن شاري غنام قاطعها، ترجع مرة ثانية لصالح نادي الكويت، بعد حمود طويلة بالعبلة، أحمد حزام يكمل فيها، ضاحي الشمري، ضاحي قدم النص، شريدة لو زنكي يحاول براسه بيتابعها، لكن أقرب لها جاي نداي دفاع نادي التضامن. كرة ملعوبة إلى نادي التضامن،
سعد فؤاد بجهة اليسار إلى سامبا بيرجع بالنص إلى فجي، كرة اللعب بالنص دابس إلى سامبا، سامبا بيتقدم سعد فؤاد من جهة اليسار لمساندة الهجومية، سعد فؤاد كرة منقولة من جهة اليسار ما زالت موجودة لصالح نادي التضامن، والمحاولة والتحضير إلى سامبا خارج منطقة 18 يوسف الفجي، مرة ثانية من جهة اليسار ظهري المحصب كرة معاه ظهري يلعب كرة عرضية بتمر نزي سامبا لكن في فاول، فاول مع التدخل اذا فاول، فاول لصالح التضامن خارج منطقة 18 يوب الإعادة، فيصل العنزي وسامبا والمحاولة في الاستفادة، محاولة كانت للاستفادة من خارج منطقة 18 بتسديدة قوية من سامبا لكن تدخل سلبي والفاول لصالح التضامن، فاول لصالح التضامن، ضامن قادم من خسارة أمام الساحل. والبحث إذن أيضا مع خسارة الأخيرة في اللقاء أمام النصر 3-1، وأيضا التضامن خسر من الفيحين 1، وإلى ذلك التضامن يأتي في هذه المواجهة أن يحقق الانتصار المعنوي لكن يواجه حامل اللقب نادي الكويت في مواجهة صعبة، وإلى الآن الكويت هو المتقدم، هو المتقدم بهدفين لضاحي الشمري وشريد الشريد، والفاول الآن لصالح نادي التضامن اللي يقلل الفارق التضامن، وشايف على التنفيذ ممكن يكون سامبا لصالح التضامن، سامبا بشوت على المرمى لكن يضرب الحيطة البشرية لنادي لاعبي نادي الكويت، ويحاول أيضا يتابعها سامبا لكن كرة لخارج الملعب، هذا ما سامبا ركلة مرمى ظهر العتيبي حارس مرمى نادي الكويت، وبدون أي ضغط على حارس المرمى تبقى الأمور بقراءة إذن ناجحة للاعبي نادي الكويت وما هو مطلوب منهم، كرة اللعب لصالح نادي الكويت، جاي ديمبلي كرة معاه ناحية اليمين شريدة شريدة، تقدم اللاعبين بالنسبة لنادي الكويت لاحظ في منطقة الهجوم لأن بلوك دفاعي بيحاول يطبقه أيضا التضامن اللي أصبح يلعب بطريقة 5-4-1، كرة مع نادي الكويت جهة اليمين سامي الصانع إلى فهد حمود بالنص إلى شريدة شريدة توصل إلى رامي البدوي، ديبلي في وسط الملعب الكرة تلعب طويلة براك الرشيدي قاطع لصالح التضامن، مش علي ديلم للتضامن لكن مقطوعة أحمد حزام، والمحاولة للسيطرة على الكرة لصالح التضامن الفجي لكن لصالح نادي الكويت، رمية جانبية ملعوبة على طول بين الكويت لا شيء، التضامن شوط أول في دوري السيسي التصنيف، أحمد الزنكي من جهة اليسار الآن ومشعل الدين بيشيلها من أمامه لخارج الملعب، هذا مشعل الدين كرة لصالح نادي الكويت، شاري غنام على التنفيذ
علي حسين عرضية ملعوبة لكن جاي نداي بيشيلها إلى براك الرشيدي بيحاول يتابعها راجع ويساهم لكن مقطوعة أحمد جابر الزكي للشريدة إلى مشاري غنام حاول عبها لكن بالطول على علي حسين والكرة اللي خارج الملعب هذا براك الرشيدي مهاجم نادي التضامن اللي أصبح الآن عنده مهام أكثر في منطقة الوسط ومنطقة الدفاعية لأن بادي التضامن الآن يستقبل أهداف نادي الكويت وممكن في أي حال من الأحوال تتغير الخطط في التركيز كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت اللمسات الآن يستفيد منها اللاعبين والأفضلية الآن إلى سامي الصانع من جهة اليمين لكن سعد فؤاد قطعها من جهة اليسار سعد فؤاد ومع سامي الصانع وفي فاول على سامي الصانع فاول سامبا بيلعبها محمد دابس كرة من جهة اليسار لصالح التضامن إلى بدر العنزي جاي نداي كرة معه إلى فيصل العنزي لصالح التضامن سيطر على الكرة فيصل بيلعبها لوب جميل حلوة العرضية لكن شاري غنام ترجع مرة ثانية إلى يوسف الفجي بيلعبها جهة اليمين وبالطول واحتكاك لكن أفضلية وجود خطأ فاول لصالح التضامن فاول لصالح التضامن هاشم الإبراهيم حكم مباراة يتأكد من سلامة اللاعب شوف الإعادة وشوف الاحتكاك بالسلامة بالراكي الرشيدي في أرضية الملعب فاول لصالح التضامن إذا القرار هو لصالح نادي الكويت يظهر أن تدخل الرشيدي براك كان هو بالسلبية في القرار وفي اللقطة الأخيرة لكن بالسلامة عموما للجميع كرة لصالح التضامن على تسلل اللقطة الأخيرة بدر العنزي لصالح التضامن بيلعبها طويلة ناحية ضاري المحصب لكن بالطول أقرب لها البدوي رامي لصالح دفاع نادي الكويت تلعب بالنص ناحية أحمد الزكي بجهة اليسار بيلعبها طويلة أقرب لها سعد فؤاد ضاحي الشمري بيتابعها لصالح نادي الكويت لمسات ثنائية لكن كرة بالطول يبعدها سعد فؤاد لخارج الملعب لصالح نادي الكويت رمية جانبية لصالح نادي الكويت كرة اللعب إلى ضحي الشمري أخذ مكان الآن من جهة اليمين تبادل مع أحمد الزنكي عرضية ملعوبة لكن مقطوعة لصالح نادي التضامن ترجع مرة ثانية والمحاولة موجودة ما بين اللاعبين ناحية اليسار ملعوبة إلى أحمد الزنكي زنكي إيده الشريدة كرة معه شاري غنام أفضلية في الاستمرار لكن في فاول يرجع إلى الغرار يرجع إلى الغرار هاشم الإبراهيم وسلبية الغرار في اللقطة الأخيرة والاحتكاك بين لاعبين التضامن ضغط على حامل الكرة في أكثر من لاعب والغرار إذن فاول لصالح نادي الكويت أحمد الزنكي على التنفيذ على يمين مرمى نادي التضامن زنكي بيلعبها حلوة بتمر لكن براك العنزي حارس المرمى إذن في التغطية في الوقت المناسب كرة ملعوبة لصالح التضامن سعد فؤاد قطعها لكن في فاول على سامي الصانع
بالسلامة الشريدة في أرضية الملعب. شريدة في أرضية الملعب. إذن التحية موصولة لكل من يتابعنا عبر قناة سبورت في تلفزيون دولة الكويت. مباراة منقولة من استاد مبارك حمد العيار في نادي الجراء في محافظة الجراء دوري السيسي التصنيف في ختام منافسات الجولة رقم 14 والختام ما بين التضامن والكويت. تقدم نادي الكويت بهدفين مقابل لا شيء لصالح التضامن. ايضا التقى قبل قليل الشباب والعربي، تعادل سلبي بدون اهداف وحصل نتيجة المباراة في ختام الجولة 14. بالسلامة الشريدة يغادر الملعب لتكملة العلاج. كرة لصالح نادي الكويت، مشاري غنام، جاي ديمبلي، باقي تقريبا 5 دقائق داخل المباراة الشوط الأول. جاي ديمبلي، البيدوي، كرة من لصالح نادي الكويت بالنص، ديمبلي ينقله، جاءت اليسار إلى أحمد الزنكي، زنكي كرة معه بيرجعها إلى ديمبلي بالنص علي حسين، وإلى من البدوي ناحية اليمين سامي الصانع يرجع إلى علي حسين بجهة اليمين أيضا رامي البدوي، يحاول ينقل كرة لكن مقطوعة، كرة إلى يوسف البجين لصالح التضامن، سامبا بيحاول يتابع، أفضلية الاستمرار إلى ضاحي الشمري بيلعب كرة عرضية بتمر لكن جاي نادا بيشيلها ويتابع بدر العنزي إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي الكويت من جهة اليمين بدر العنزي لعادة اللقطة الأخيرة والكرة لصالح نادي الكويت. سامي الصانع تلعب ناحية اليمين، سامي الصانع بيتابعها لصالح نادي الكويت من محاولة لكن تضرب ترجع مرة ثانية لسامي الصانع، وأيضا من جهة اليمين ما زال بيحاول يمر ما بين اللاعبين سامي الصانع لكن التغذية الدفاعية مقطوعة إلى فيصل العنزي، سامبا والمحاولة وفي فاول على ديمبلي، فاول على جاي ديمبلي، فاول لصالح التضامن لعدل الخطأ، خطأ فني، الكرة ممكن تكون فيها شبه عكسية لكن الأفضلية بالغرار، كرة ملعوبة، فاول لصالح التضامن، وبراك الرشيدي غير راضي على غرار حكم المباراة، كرة ملعوبة إلى رامي البدوي، كرة لصالح نادي الكويت، وما زال الكويت في الشوط الأول متقدم في مباراة فيها منافسة ما بين الفريقين، رغم أن الحاصل غير مهم لكن هي مرحلة الإعداد لقادم المنافسات. كرة ملعوبة ناحية اليسار إلى أحمد جابر الزنكي إلى علي حسين، حاول عبها ضاحي الشمري بتمر
الى سامي الصانع، ما زاد كره معاه، سامي رجع له ضاحي الشمري الى رامي البدوي المتقدم في ملعب نادي التضامن. وبالسلامه وروح رياضيه ايضا، فهد حمود طلع الكره لخارج الملعب وبارضيه الملعب. رامي البدوي محترف التونسي في صفوف نادي الكويت وفي خط الدفاع. احمد حزام لعب لعبة حلوة الحقيقة إلى الشريدة، والهدف الثاني دقيقة واحدة يعلنها حسن الحداد الحكم الرابع، احتسبها هاشم الإبراهيم. كرة مع نادي الكويت، البدوي رامي في خط دفاع نادي الكويت. علي حسين كرة معاه، ويلا بلعبها إلى أحمد الزنكي، كرة ما فيها شيء، أحمد الزنكي بيحاول لكن براك العنزي حارس مرمى نادي التضامن بيشيلها ويطلع في الوقت المناسب اللي ممكن يسيطر على الكرة أحمد الزنكي. كرة بالنص لكن في فاول لصالح نادي الكويت. علي حسين على التنفيذ، شوف العدل، كرة لصالح التضامن في الخطأ أو صالح نادي الكويت على نادي التضامن في اللقطة الأخيرة. إذن إحنا خلاص في الوقت الأخير وصفرة هاشم الإبراهيم. مشاهدين بكل مكان تنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة، ونذهب بشكل سريع إلى خالد العتيبي بالاستوديو التحليلي والحديث عن أحداث الشوط الأول. للزميل خالد العتيبي بالاستوديو التحليلي إلى ملعب المباراة استاد مبارك حمد العيار. مشاهدينا نتابع أحداث اللقاء ليجمع التضامن ونادي الكويت وتأولى تغييرات الفريقين، خروج شريدة الشريدة بداعي الإصابة ودخول طلال الفاضل، بينما أيضا في تغيير للتضامن خروج فيصل العنزي من نادي التضامن. إذن ما زلنا انطلاقة، إذن هاشم الإبراهيم لأحداث المباراة بشكل سريع. نادي الكويت بهجمة سريعة، أحمد الزنكي بيحاول يستغل الأمور المحاولة لكن يجيلها سعد فؤاد. المحاولة كانت الكرة مع أحمد حزام وضاح الشمري، كرة ما زالت موجودة لصالح نادي الكويت. سامي الصانع بيلعب كرة عرضية لكن بيشيلها جاي نداي إلى منطقة وسط ملعب المباراة. رامي كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت بالنص، سامبا براك الرشيدي لكن علي حسين مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني. هجمة كانت لصالح نادي الكويت بشكل سريع، رو محاولة لصالح نادي الكويت، فاول فاول نادى والفاول من جهة اليسار وتوجيهات هاشم الإبراهيم حكم المباراة. إذا تغييرات تضامن تراوري في ملعب المباراة، يدخل مع بداية أحداث الشوط الثاني ومحاولة ديملي والكرة لخارج الملعب بالسلامة. سيف الفجي في أرضية الملعب،
تراوري إذن يدخل بديلا، يظهر لي أن محمد دابس بالعادة لمحاولة نادي الكويت والاحتكاك اللي حصل. بالسلامة محمد يوسف دابس، واللي طايف أرضية الملعب يقول بالسلامة. وتراوري بالسلامة محمد دابس، وشايف استدعاء من حكم الرابع حسن حداد إلى لهاشم لإبراهيم يستدعي، إذن يستدعي، يظهر في أحد اللاعبين في دكة احتياط التضامن، وانذار، يوجه انذار إذن لأحد اللاعبين في نادي التضامن. مع استدعاء حكم المباراة حسن الحداد. كرة لصالح نادي التضامن، براك العنزي بيلعبها طويلة حارس المرمى بالنص إلى علي حسين لصالح نادي الكويت. علي حسين بيلعبها طويلة، أقرب لها براك العنزي حارس مرمى نادي الكويت التضامن. كرة لصالح التضامن بدر العنزي طويلة بالنص علي حسين اللي صالح الكويت. رامي البدوي إلى ضاحية الشمري، كرة لصالح نادي الكويت. فهد محمود دفاع نادي الكويت، طلال الفاضل كرة معاه بالنص، طلال الفاضل إلى سامي الصانع ناحية اليمين على الخط ضاحية الشمري، لكن حاول عبها وتغطية من لصالح نادي الكويت. رمية جانبية لصالح التضامن، جاي ناداي بيلعب لخارج الملعب، نداي مدافع نادي التضامن، سامي الصانع كرة معاه تلعب لصالح نادي الكويت ضاحي، لكن في رأيه موقف التسلل لصالح التضامن. تغييرات أيضا لصالح نادي التضامن، يوسف عنزان وفيصل عجب في ودخول ثنائي في خط الهجوم، يخرج إذن براك الرشيدي، يدخل يوسف عنزان، إنما أيضا راح يطلع فيصل العنزي ويدخل فيصل عجب. إذن تغييرات هجومية يضعها جمال القبندي المدير الفني لنادي التضامن، وإلى ملعوبها جاي ناداي رامي بالنص وبالطول إلى ضاري المعصب، كرة ملعوبة إلى مشعل ديلم ناحية اليمين لصالح نادي التضامن، مقطوع علي حسين، كرة اللعب ناحية اليسار إلى مشاري غنام، غنام كرة معاه لكن بالطول ومقطوعة لصالح التضامن. وبالسلامة مشاري غنام في أرضية الملعب. بالسلامة مشاري غنام في أرضية الملعب.
بالسلامة الجهاز الطبي لنادي الكويت يدخل إلى متابعة مشاري غنام في الإصابة في ملعب المباراة. ما زال نادي الكويت متقدم بهدفين مقابل لا شيء لصالح التضامن. ختام الجولة 14 واللقاء اللي يجمع الفريقين ضمن منافسات دوري اس تي سي التصنيف الدوري الكويتي، والمباراة مقامة في استاد مبارك حمد العيار في نادي الجهرة. بالسلامة مشاري غنام، مدد سنكي واحد من ألمع النجوم مع بداية الموسم والظهور بتوازن واستمرار مثالي، وإلى ملعوبة لصالح التضامن. أقرب لها رامي إلى حارس المرمى ظاري العتيبي، بيلعب كرة طويلة ناحية اليمين وبالطول تطلع الكرة لخارج الملعب، رمية تماس لصالح التضامن. تراوري بيحاول عبال لمسة سريعة ما بين الفجي وسعد فؤاد، كرة ما زالت موجودة لصالح التضامن وفي فاول لصالح التضامن. فاول على يمين مرمى نادي الكويت. على التنفيذ محمد دابس لصالح التضامن. تلعب اقرب لها ظاري العتيبي، سيطر على الكره بيلعبها سريعه طويله ناحيه الزنكي لكن تنشال وترجع مره ثانيه، كره بالنص الى تراوري بيتابعها لصالح التضامن. ظاري المعصب تراوري الى مشعل ديلم، كره مع نادي التضامن. تلعب الى ظاري المعصب الى فيصل عجب، ينتقل فيها فيصل عجب، كره معاه يلعبها قصيره اليه عنزان، يوسف عنزان بيمر ما بين لاعبين واحتكاك، واكن اكثر من لاعب، فيصل عجب يحاول يتابعها لكن رامي البدوي معاه والكره ما زالت لصالح التضامن من بالطول من فيصل عجب، الكره لي خارج الملعب. حلوه محاوله ايضا كانت من هجوم نادي التضامن، عنزان وعجب وشايف الدخول يعني دعم جيد الحقيقه في خط هجوم نادي التضامن في هذه المرحله. في احداث الشوط الثاني كره ملعوبه لصالح التضامن، تراوري وسامبا بيكمل فيها لعنزان، نزان وتراوري ايضا بيساهم فيها الى دار المحصب بجهه اليمين، كره لصالح نادي التضامن الى مشعل ديلم اللي بتقدم بجهه اليمين لكن بيشيلها والكره لصالح نادي الكويت. هاشم الابراهيم كرة اللعب ناحية اليسار لصالح نادي الكويت، مقطوعة للتضامن، سامبا كرة معه إلى تراوري، تراوري بيلعب جهة اليمين إلى داري المعصب إلى فيصل عجب يتابعها لكن تنشال من أمامه من فهد حمود إلى تضامن مرة ثانية، كرة موجودة ناحية اليمين إلى داري المعصب والمحاولة لصالح التضامن، تلعب توصل إلى سامبا، سامبا بيكملها والمعصب بيحاول فيها ومحمد دابس داخل منطقة 18 بيحاول فيها لكن بالطول وتنشال وتبعد وترجع مرة ثانية، كرة لصالح التضامن، التضامن ضاغط، التضامن في أكثر يعني ظهور وحيوية في هذه الدقائق الآن، إلى مشعل دينين بعضية محاولة سامبا لكن تنشال من أمامه من رامي البدوي وكرة فيها فاول لصالح نادي الكويت. يعني مع دخول البدلاء بادي نادي التضامن بشكل خطورة بشكل حضورة الحقيقة إيجابي جدا في هذه المرحلة، خاصة مع دخول الثنائي المهاجمين وتراوري في خط الوسط والمحاولات الآن بدأت في الحضور وبدأ نادي التضامن
بيكون أنشط وأكثر حضور وتركيز في ملعب المباراة. كرة اللعب بالنص، قطعها ترابريني صالح التضامن، ندائي بيتابعها من دفاع التضامن، طويلة ملعوبة ناحية عنزان، ترجع مرة ثانية عنزان أيضا بيحاول يتابعها، والكرة أيضا بالطول وطلال الفاضل لصالح نادي الكويت بيتابعها إلى علي حسين، بيلعب كرة حلوة طويلة ناحية ضاحي، أقرب لها براك العنزي يلعبها على طول حارس مرمى نادي التضامن إلى سعد فؤاد، بالخطأ بتروح إلى رامي ضاحي الشمري، سامي الصانع كمل فيها جانبية من جهة اليمين إلى ضاحي، ضاحي بيحاول يسيطر على الكرة ومع نداي، نداي قطعها وفي فاول وخطأ على ضاحي الشمري لصالح نادي التضامن. جاي نداي، دفاع أو مدافع نادي التضامن، وإلى ملعوبة لصالح التضامن بالنص، علي حسين لصالح نادي الكويت، سامبا بيتابعها قاطعها إلى يوسف عنزان، عنزان كرة معاه، عنزان بيحاول يمر لكن مقطوعة تروح لصالح نادي الكويت، طلال الفاضل تلعب إلى علي حسين، كرة معاه توصل إلى ديمبلي، ديمبلي كرة معاه بيتقدم فيها بشكل سريع واحتكاك وفي فاول، فاول فاول على تراوري، أول شوف الإعادة وضغط من تراوري وديمبلي، تأثير سلبي في هذه اللعبة، والفاول والفاول لصالح نادي الكويت وعلى التنفيذ طلال الفاضل، راح يلعبها فنية أكيد طلال الفاضل نادي المنطقة، طلال الفاضل الشوط الثاني إذن، ملعوبة على المرمى لكن بعيدة عالية لخارج الملعب، ركلة مرمى لصالح نادي التضامن، برك العنزي كرة مع التضامن، يظهر أن فيه لمسة يد، لمسة يد لصالح نادي الكويت، كرة على تنفيذ بينفذها بدوي، ديمبلي كرة معاه بالنص مقطوع لصالح التضامن، فيصل عجب يلعبها لعنزان لكن تغطية وكرة سهلة إلى دار العتيبي، لعبها على طول ناحية اليسار إلى مشاري غنام، بالنص طلال الفاضل بيتقدم فيها بالعمق، طلال الفاضل كرة معاه بيلعبها ناحية اليمين إلى سامي الصانع، سامي الصانع بيلعب كرة عرضية لكن تضرب، مقطوع الكرة لصالح التضامن، ترجع مرة ثانية طلال الفاضل بيتابعها، كرة لصالح نادي الكويت إلى فهد حمود يرجعها إلى داري العتيبي حارس مرمى نادي الكويت ناحية اليمين، رامي واحتكاك وكرة مقطوعة لكن في فاول، في فاول لصالح نادي الكويت، يوسف نزان واحتجاج ومطالبة بالهدوء من هاشم الإبراهيم، تغيير قادم لصالح نادي الكويت، دخول مشاري العازمي بخط الوسط، إذن التغيير يطلع علي حسين ويدخل مشاري العازمي، هذا الموسم القادم الجديد لنادي الكويت، فاول لصالح نادي الكويت، هذا مشاري العازمي إلى ديمبلي، مقطوعة توصل بالنص، سامبا يتابعها إلى
المعصب حلوة بيلعب إلى فيصل عجب، لكن في راية وموقف التسلل الموجود في الإشارة الحاضرة من المساعد الثاني سالم الشطي. بالإعادة، إذن فيصل عجب في حالة التسلل، لعبة جميلة كانت للتضامن ممكن تكون، لكن ما كملت مع حالة تسلل. الكرة مقطوعة لصالح التضامن، بدل العنزي إلى دار المعصب بالجهة اليمين، لكن التغطية موجودة والكرة لخارج الملعب لصالح التضامن. رمية تماس، رمية جانبية لصالح التضامن، مشعل ديلم على التنفيذ. فيصل عجب التضامن، مقطوعة، طلال الفاضل لصالح الكويت، أحمد أحزام والفاضل بيكملها، وديبلي الآن كرة معالي صالح نادي الكويت، زام لكن سهلة لي براك العنزي، سهلة والجدية كانت بعيدة عن هذه المباراة، عن هذه اللعبة. كرة ملعوبة لصالح التضامن، مقطوعة ترجع مرة ثانية إلى سامبا لصالح تراوري، بيغير فيها على طول، وحضور مؤثر جدا محمد دابس. كرة تنقطع، رامي البدوي إلى ضاحي الشمري، يتركها إلى سامي الصانع بالكعب، إلى توصل إلى طلال الفاضل، أحمد حزام ومعاه زنكي، حزام بيتقدم، أمسى زنكي إلى أحمد حزام، كرة معاه إلى سامي الصانع، تلعب توصل إلى شاني العازمي بالنص، أحمد الزنكي تلعب توصل، أحمد الزنكي كرة معاه، أحمد الزنكي على المرمى لكن بعيدة، حاول يحط له كرة بعيدة، بعيدة عدت، حاملة كانت من أحمد الزنكي بيسارة لكن عدت بعيدة عن مرمى نادي التضامن. والنتيجة ما زالت مع نهاية أحداث الشوط الأول 2 الكويت لا شيء التضامن. إحنا الآن في أحداث الشوط الثاني، كرة ملعوبة بالنص لصالح التضامن، فاول هاشم الإبراهيم في متابعة أحداث اللقاء، كرة ملعوبة على الطول إلى فيصل عجب، يلعب لوب بالطول والمتابعة إلى ضاري المعصب، أيضا كرة بالطول، كرة لخارج الملعب، ركلة مرمى للعادة، لعبة الأخيرة، ضاري العتيبي حارس مرمى نادي الكويت بيلعبها، توصل إلى فهد حمود لصالح نادي الكويت، شاري غنام، شاري العازمي، كرة بالنص، كرة معاه توصل إلى أحمد الزنكي، زنكي إلى طلال الفاضل، فاضل بلعبة سريعة طويلة، أقرب لها براك العنزي حارس مرمى نادي التضامن، كرة ملعوبة، محمد يوسف دابس، محاولة والكرة مقطوعة بصالح نادي الكويت، عرضية ملعوبة، ومشاري العازمي بيحاول يتابع داخل منطقة 18 بيصالح نادي الكويت، إلى ديملي، ديملي مشاري العازمي، العازمي جت اليسار، حاول يلعب عرضية لكن أقرب له تراوري اللي راجع في خط الدفاع، كرة ملعوبة، ديملي يقطعها، ترجع مرة ثانية إلى التضامن بالنص إلى فيصل عجب، عجب بلعبها سريعة لكن تغطية من فهد حمود دفاع نادي الكويت، والكرة اللي خارج الملعب. مشعل ديلم، ملعوبة توصل إلى فيصل عجب، تراوري ناحية اليمين فيصل عجب، وماخذ مكان محمد دابس من جهة اليسار ينتظر التمريرة اللي ممكن يستفيد منها، نداي كرة معاه، نداي بيحاول يلعب كرة لكن بالطول، كرة لخارج الملعب.
طيب من التماس لصالح الكويت، سامي الصانع على التنفيذ إلى أحمد حزام، كرة بالطول خارج الملعب، تغطية من بدر العنزي، دفاع نادي التضامن، كورنر لصالح نادي الكويت، كورنر قليلة يعني الكرات الركنية في هذه المباراة، لأن اللعب دائما في ملعب المباراة في غالب الأحيان. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، ديمبلي بيلعب عرضية بتمر لكن بيشيلها تراوري، كرة بالنص إلى سامي الصانع، إلى حارس المرمى ضاري العتيبي لنادي الكويت، وبالخطأ إلى يوسف عنزان لصالح نادي التضامن عنزان، ومعاه عجب نزان بيعاول، لكن كرة لخارج الملعب، كورنر 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 لخارج الملعب، كرة كانت يعني من خطأ من حارس المرمى ممكن يستفيد منها تضامن. نشوف في اللحظة الأخيرة سامي الصانع بيغطي لمحاولة نادي التضامن ويوسف عنزان إلى خارج الملعب، عمل دابس على التنفيذ، كورنر لصالح التضامن، كورنر تلعب تضامن شيلة ضاري العتيبي، شاري العازمي بيكملها، كرة بالنص أقرب لها سعد فؤاد، وتضرب ترجع مرة ثانية أيضا سعد فؤاد بيسيطر على الكرة ناحية اليسار لصالح التضامن إلى سامبا، يغير فيها بجهة اليمين مش علي ديلم، لكن أحمد الزنكي بيتابعها، ترجع مرة ثانية كرة بالنص إلى ناحية اليسار، وفي رأي وموقف التسلل الموجود على أحمد الزنكي، كرة لصالح التضامن ملعوبة، أيضا رمية تماس، كرة اللعب فيصل عجب ناحية اليسار إلى سعد فؤاد بيتقدم بشكل سريع، حلوة سعد فؤاد إلى فيصل عجب، لمسة مرة ثانية إلى سعد فؤاد داخل منطقة 18 بيحاول يمر بيكمل فيها عنزان وسعد فؤاد، الله ثلاثية جميلة الحقيقة من عجب وسعد وعنزان لضغط في هذه المرحلة داخل منطقة 18 في ملعب المباراة، لكن التغطية والكرة في اللحظة الأخيرة ضاري العتيبي بيغطي على الزاوية حارس مرمى نادي الكويت، الكرة اللي خارج الملعب كورنر ملعب على طول، عنزان بيحاول لكن أحمد حزام شايلها ويتابعها لصالح نادي الكويت، بيلعبها سريعة إلى الزنكي، والمحاولة الآن لصالح نادي الكويت أحمد الزنكي، ومع العزمي أحمد الزنكي يعطب الجول، الله عرضية عرضية عرضية، والقرار كان يعني مغاير ما بين التنفيذ على المرمى والكرة العرضية، لكن كرة راحت بعيدة إذن عن مرمى نادي التضامن، ترجع الكرة مرة ثانية ناحية اليسار إلى محمد دابس، حلوة بين لنفس الكرة محمد يوسف دابس، وخطأ لصالح التضامن، خطأ فاول لصالح التضامن، هجمتين حقيقة بشكل سريع، الأولى انتهت بالكورنر والثانية انتهت بمتابعة دفاعية للتضامن، والكرة الآن لصالح نادي التضامن، دابس مع الكرة الآن جهة اليسار وديمبلي بيحاول معها، والكرة فيها خطأ لصالح نادي التضامن، خطأ لصالح التضامن، من عدل بالأخيرة خطأ لصالح التضامن، محمد يوسف دابس على التنفيذ، بيصالح التضامن
ها هو اللي صالح التضامن. أبس بيلعبها أرضية والمتابعة أقرب لها. شاري العازم اللي بيغطي الكرة اللي خارج الملعب. ركلة مرمى. كرة اللعب إلى طلال الفاضل. سامي الصانع بجهة اليمين، ضاح الشمري، لمسة سريعة إلى أحمد حزام والمتابعة. كرة ما فيها شيء إلى سامي الصانع. سامي الصانع بيحطها، بيحاول لكن بعيدة عن المرمى. الكرة اللي خارج الملعب، كرة اللي خارج الملعب، كرة اللي خارج الملعب. شوف الإعادة وشوف سامي الصانع اللي تقدم بشكل سريع والفرصة والمواجهة مع حارس مرمى نادي التضامن، لكن حطها بعيدة. حاول يصيد المرمى، حاول يسقطها في المرمى لكن مرت وراحت بعيدة عن مرمى نادي التضامن. فرصة بتضيع. والتضامن بالشوط الثاني أنشط وأفضل. وإنذار على بدر العنزي، تأخير عن تنفيذ ركلة المرمى. وسامي الصانع في أرضية الملعب، استأذن حكم المباراة بداعي الإصابة لدخول العلاج الطبيعي والطبي. لنادي الكويت. إذا الشوط الثاني بادي أنشط مع دخول البدلاء لنادي التضامن، بينما نادي الكويت أيضا أعطى البدلاء اللي ممكن يكون التأثير في منطقة التحضير للقراءات اللي ممكن يستفيد منها. وشايف أيضا تغييرات قادمة، مشعل الشمري للتضامن، وأيضا أحمد فهد والمدافع لنادي التضامن. راح نشوف التغييرات لمن ستكون، أو التغييرات ممكن تكون في المراكز لنادي التضامن. محمد يوسف دابس إذن يغادر ملعب المباراة ويدخل مشعل الشمري وبدر العنزي اللي كان يشغل منطقة أو في خط الدفاع، يدخل بديلا عن أحمد فهد. إذن تغييرات مثالية لجمال القبندي، أعطى الكثير من الأسماء الشابة في هذه المباراة والتأكد من الجاهزية. كرة لصالح نادي الكويت. كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت. أحمد الزنكي بجهة يسار بتمر لكن بعيدة وتطلع الكرة لخارج الملعب. ركلة مرمى. ركلة مرمى لصالح نادي التضامن. أيضا تغيير قادم لصالح نادي الكويت. خروج سامي الصانع. كرة ملعوبة سريعة. يظهر أن سامي الصانع تعرض لإصابة. لذلك يدخل فواز الصعب بديلا عن سامي الصانع. كرة اللعب طويلة لصالح نادي التضامن. رمية التماس جانبية لصالح نادي الكويت. شاري غنام بالعطف طويلة إلى ديملي.
دبل كرة معاه وبيشيلها من أمام أحمد فهد. بديل اللي دخل في دقائق الأخيرة أو السابقة من أحداث الشوط الثاني تلعب أحمد فهد بالنص، بدوي بيرجعها وغنام والفاضل بيتابعها، وفي فاول لصالح نادي الكويت. فاول لصالح نادي الكويت بالنص، كرة ملعوبة على طول إلى أحمد الزنكي، مقطوعة سامبا بيلعب على طول إلى احنزان، وفي فاول لصالح التضامن. وانذار، انذار على فهد حمود، إعاقة إذن ليوسف حنزان في المحاولة الأخيرة. في الهجمة اللي كانت لصالح نادي التضامن، فأول لصالح التضامن مشعل الشمري على تنفيذ الكرة، وشايف أيضا انذار على مشعل. الشمري لاعب نادي التضامن، ظهري المعصب يلعب، أنا دايب يحطها براسه لكن سالها بيد حارس المرمى ظهري العتيبي. كرة لصالح نادي الكويت، فاول، تدخل فيصل عجب مع حارس المرمى، إعاقة إذن للحركة. وإنذار على ضاري العتيبي، تأخير تنفيذ الكرة أو الفاول والخطأ، كرة طويلة ملعوبة بالنص إلى مشاري العازمي، بيغير فيها ناحية اليمين إلى أحمد الزنكي لصالح نادي الكويت، بيحاول يلعبها لكن بعيدة وتطلع الكرة لخارج الملعب. كرة اللعب على طول، تراوري لصالح التضامن، نهزان لمسة إلى سامبا، مش علي ديلي من جهة اليمين بيتابعها، مقطوع لصالح نادي الكويت، مشاري غنام إلى سامبا، توصل بالنص فاضل إلى واز الصعب إلى ضاحي، قال وبا لكن أحمد فهد بيقطعها، ترجع مرة ثانية لصالح نادي الكويت، تمدي ناحية اليمين الصعب زنكي، كرة معاه يحاول لكن مقطوعة، نداي بيشيله يدخل فيها مشاري العازمي، يتحاول يتابعها ضاحي الشمري، وسعد فؤاد قاطعها لصالح التضامن. كرة لخارج الملعب، عبد العزيز بن ناجي ينزل الآن بديلا عن فهد حمود. عبد العزيز بن ناجي تغيير لصالح نادي الكويت. تبقى فهد حمود من أهم اللاعبين في خط الدفاع، كذلك ينزل أيضا لاعب متميز بنجومية شابة الحقيقة عبد العزيز بن ناجي. وإنذار، تأخير اللعب أحمد زنكي، فاول لصالح نادي الكويت، فاول لعادة تدخل قوي
دخول قوي من التراوري وانذار انذار على لاعب نادي التضامن تراوري فهو اللي صالح نادي الكويت مشاري العازب على التنفيذ في احداث الشوط الثاني كرة ملعوبة لخارج الملعب الطول من مشعل الشمري كرة لصالح نادي الكويت رمي تماس يعني قبل شوي كانت يعني المباراة فيها حركة أكثر لكن بادي الآن توقفات كثيرة خروج الكرة عن ملعب المباراة والاحتكاك في أكثر من لعبة ما بين اللاعبين وهذه الكرة ملعوبة لصالح نادي التضامن يوسف عنيزان بيستلم الكرة من نص الملعب جهة اليمين بيكمل فيها ضاري المعصبة لصالح نادي التضامن والمحاولة الآن لصالح نادي التضامن لكن مشاري العازمي بيغطي بخبرة الحقيقة في اللحظة المناسبة كرة مقطوعة إلى نادي الكويت طلال الفاضل قال ناحية اليسار بيلعبها إلى ضاحي الشمري تمر الكرة مع ضاحي الشمري بيلعبها جهة اليمين إلى أحمد الزنكي كرة مع أحمد الزنكي قصيرة لديمبلي وفواز الصعب بجهة اليمين محاولة لكن مشعل الشمري وفي فاول لصالح التضامن وانذار على فواز الصعب تدخل كان قوي مع مشعل الشمري وواضح التدخل محمد عبد الله مدرب نادي الكويت يظهر ايضا انه ايضا يحاول ان يستفيد من المباراة واسماء وتغييرات المحاولة الان للاستفادة لان النتيجة باهداف واطمئنان لكن الاستفادة الفنية مطلوبة في ملعب المباراة والتكتيك اللي ممكن ينفذ للاعبين كرة ملعوبة مع نادي الكويت احمد زنكي كيف سيطر على الكرة ما بين الثلاث إلى حزام جهة اليمين ديمبلي بيلعب كرة عرضية بتمر لكن أحمد فهد بيشيلها والكرة خارج الملعب كورنر ضاحي الشمري صاحب الهدف الأول في المباراة كورنر لصالح نادي الكويت كورنر تلعب محاولة لكن أحمد فهد بيشيلها شاري العازمي حاول يسدد خارج منطقة المتاهة ترجع مرة ثانية تغطية دفاعية للتضامن إلى أحمد الزنكي بجهة اليسار حاول ينطلق فيها وتدخل وفي فاول لصالح نادي الكويت سلام الزنكي وأيضا سامبا اللي تدخل في الكرة الأخيرة تعرض لإصابة محاولة كانت لأحمد الزنكي من جهة اليسار لصالح نادي الكويت والاحتجاج كان أيضا أو هو موجود ويظهر أن في قرار من حكم المباراة وممكن والإنذار الثاني راح ننتظر القرار الرسمي من حكم المباراة
في حديث، في حديث الحقيقة ما بين لاعبين نادي التضامن. هل يكون الإنذار الثاني؟ هاشم بن إبراهيم إذن ينتظر سامبا. وهل يكون القرار إلى ما سامبا؟ يعني كان في احتجاج أعتقد غير مبرر من لاعبين نادي التضامن، لأن رؤية حكم المباراة هي الأقرب، والتدخل إذا كان في أي قرار أو أي شيء سلبي ضد اللاعب المنافس هو صاحب القرار، وتدخل على القدم بالنهاية هي قراءة حكم المباراة إذا كان يستحق الإنذار أو غير مستحق. لكن القرار بوجود فاول لصالح نادي الكويت، وبالسلامة الزنكي خارج الملعب. فاول فاول لصالح نادي الكويت والزنكي خارج الملعب. شاري العازمي الكرة تنحط لكن بتمر وفي فاول لصالح التضامن، فاول لصالح التضامن. بالعادة والكرة مقطوعة لصالح نادي الكويت، والطول لخارج الملعب لصالح أيضا نادي الكويت. بالسلامة الزنكي، الإصابة شكلها يعني قوية. هذه المحاولة الأخيرة من رامي البدوي، حاول يتابع كرة كرة ثابتة لكن طالت وعدت. إذن عن رامي البدوي وإنذار أيضا شايف إلى داري المعصب. أربع دقائق حسن الحداد حكم اللقاء أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع يعلنها احتسبها. إذن هاشم لإبراهيم وقت بدل الضايع. ويستمر إذن نادي الكويت في تقدمه بهدفين رغم محاولة نادي التضامن في الشوط الثاني أن يكون ند جيد الحقيقة مع تدخل البدلاء، لكن استمرت الأمور سجال بسيط وبعيد عن مرمى الفريقين. في وهذه محاولة أحمد حسام بالكرة الرأسية ومرت بجانب القائم الأيسر لنادي التضامن، وتبقى الأمور إذن بقراءة اللاعبين لهذه المباراة كما هي بأحداث الشوط الأول. رغم أن حضور نادي التضامن في الشوط الثاني أكثر جاهزية وتحضير للكرات عديدة. طلال فاضل الكرة بالنص ومحاولة مازالت لصالح نادي الكويت. أحمد حزام على المرمى بحطة بشيله براك وتابع ضاحي جول. جول لصالح نادي الكويت لضاح الشمري اللي تابع كرة ردت من حارس المرمى براك العنزي ليسجل الهدف الثالث لصالح نادي الكويت. هدف ثالث، شوف اللي عدا أعطى الفرصة. برافو من هاشم الرفاعي وأحمد حسام اللي حط له كرة فنية الحقيقة، مست الأرض وغيرت اتجاه وتركيز بالنسبة لي براك العنزي حارس مرمى نادي التضامن ليواجهها
ضاح الشمري ايضا هو بالتركيز لعبه ارضيه كانت ناجحه في هذه المرحله الى بر الامان. ايضا ضاح الشمري يضع الكره في مرمى نادي التضامن في الوقت بدل الضايع بدقيقه 91 من احداث المباراه. ياتي هدف الكويت الاضافي. ضاح الشمري بيستلم كره الان بينطلق بشكل سريع بحاول يلعبها مع حزام لكن يقطع نتائي سامبا تراوري بالنص. يستمر اذا نادي الكويت بافضليه رغم محاولات نادي التضامن بالشوط الثاني والتغييرات الى ان الامور ذهبت الى نادي الكويت باستحقاق واضافه هدف ثالث عن طريق ضاحي الشمري صاحب الهدف الاول. اذا مع الدقائق الاخيره من احداث المباراه والشوط الثاني اللي دخل الان مع الدقائق المحتسبه الاضافيه ثلاثيه الى الان نادي الكويت بيسجل ختام الجوله رقم 14. كره ملعوبه مشاري العازبي لصالح نادي الكويت واللعبه الحلوه لكن سهله لبراك العنزي اللي بيخطي امام احمد حزام الحقيقه. ورغم الثلاث اهداف الا ان براك العنزي حضوره في حراسه مرمى نادي التضامن سجل نفسه بحضور متميز في هذه المباراه رغم الاهداف الثلاثيه. كره ملعوبه ناحيه اليسار الى التضامن سعد فؤاد تراوري بالنص بيحاول هي الكره لكن في صافره هاشم الرفاعي تنتهي اذا احداث المباراه الى فوز ثلاثي لصالح نادي الكويت ثلاث اهداف مقابل شيء لصالح نادي التضامن. مبروك الكويت واردك للتضامن. سريعا نذهب والانذار في اللحظه الاخيره الى احمد فهد. اذا نذهب بشكل سريع الى الاستوديو التحليلي مع الزميل خالد العتيبي والحديث عن احداث المباراه. شكرا لكم ونلتقي معكم بمباريات اخرى.